أمنية تحية إلى الدارس، تحية خاصة إلى الدارس، تحية خاصة إلى الدارس إلى أولاد الشعب اللي ما خلاوش الجزائر تولي أفغانستان. تحية إليكم، تحية إلى الشرطة، تحية إلى الدرك الوطني، تحية إلى كل أسلك الأمنية. واحد مين يجي يزعزعكم؟ انتوما اللي حكموا الجزائر. هاد الناس اللي قاعدين ينابحوا خليهم ينابحوا. الزول في اللونيت ما يسمع الزول المقران. ان شاء الله تيلي ملاباس. دونك اليوم كما توقعنا بعض العشرات نقولوا مئات نتاع هادو المساكن هادو الغاشي نقول الشعب، باسكو الشعب يخمم. الشعب ما ينجمش يكوموندي فيه واحد من وراء البحر عنده مشكل، دار مشكل مع جيش ولا دار مشكل مع الشرطه ولا دار مع مشكل مع الامن القوات الامنيه ويبعثوا لهم في الليل، يبعثوا لهم كيما اسمهم واش راح يعبروا ويخرجوا اليوم ويعيطوا على واش يقولوا على دي ار اس ارهابيه. يا الله يا سيدي، انا نقول لكم يا جماعه، اذا الدي ار اس ارهابيين الجزائر كاملة إرهابية، أنا بعد إرهابي، إذا الديارات إرهابية أنا بعد إرهابي. يا أخي والله غير غاشي مساكن، والله غير يغيظوني أن الناس هذو غاشي، والله غير غاشي اللي يجي يكبتوا من ودنه ويخرجوا. والله شوف بعثوا لهم ثاني اللي عندهم كيما راهم زوج ولا ثلاثة يوزعوهم على قسنطينة، على عنابة، على غير في بلاد الرجال، في بلاد القبائل اللي ما ينجموش يخدموهم وما ينجموش يقول لهم روحوا قولوا هكا ولا قولوا هكا، باسكو القبائل عندهم اون كوز، ايزون لا بور اون كوز، حتى كي يخرجوا على جات حاجه اللي تهم البلاد، حاجه اللي تهم ليدونتيتي، ما يخرجوش انايا على جات هذه لورغانيزاسيون تيروريست هذه اللي متبعه الاسلاميين الخوارج هذو اللي في الخارج هذو ما يتبعوهمش، على بالهم بيهم باللي ديجا حكمهم في بجايه قال لهم ديجاج، قال لهم ما نحبوش تجي معنا خلاص وما نحبوكمش توا، ما نحبوكمش تجي معنا خلاص. اليوم خرجوا واحد المئات كيما هكذا يعيطوا من دي ار اس وما نعرف واش هو ارهابيه وما نعرف واش، دوك نسمعكم شوفوا. ونفس نفس السلوغون اللي قالوه لهم البارح جاوا اليوم يقولوا فيه في الشارع. هذا الغاشي مسكين في عود اليوم كيما كنت نهضروا مع نهضروا مع مراه قالت لي لو كان جا غير يخرجوا برك على حاجه اللي تهم البلاد، يخرجوا على الحليب اللي ما كانش، يخرجوا على المال اللي ما كانش، يخرجوا على السكنات اللي ما كانش، يخرجوا على اي حاجه تهم المواطن، والله غير معليش تخرج انت على جلد جماعه رشاد اللي قاعدين في الانجليز، مجموعة إرهابية اللي هربوا من التسعينات، تخرج أنت عليهم يقول لك ها واش تقول دي راس إرهابية، مي بوزت دي مرض، مي وراك مرض يا الغاشي، راك مرض، واش راح نقلبوا الآية ولا؟ راح تقلبوا الآية، شكون هو اللي تاوريست؟ روحوا لدهينا يقول لكم شكون هو تاوريست، هو ولا دي راس؟ روحوا لهذا كيف اسمه المجموعة هذو اللي هربوا كله راحوا للخارج كيما قال واحد اليوم، هذو نورمالمون هما بعد الخارج هذو كيما وين راهو دينا وراهو الجماعة هذو، هما لازم هذوك هما بعد يروند كونت على الجرائم اللي قالوهم في الجزائر في التسعينات، هما الإرهابيين ماهمش ديارس ضد الإرهابيين. إذا كاين باش نتفاهموا مليح كيما قلت لكم يا جماعة، كل شتى اللي من كراحة نقولوا احنا الشوية، إذا أنا صحافي عندي البطاقه نتاعي المهنيه هنايا، عندي البطاقه نتاعي المهنيه صحفي عطاوها لي نخدم بها، ونروح باكزومبل ما على باليش انا نروح ندي رشوه ولا نروح ندير حاجه هكذا يكون غير قانونيه. يا هل ترى الصحفيين كامل تجملوهم باللي راهم واش يقولوا سرقه وراهم كذا؟ اذا انا ما هدانيش ربي ورحت نستفز في الناس ونقول لهم اعطيوني سوارد وانا نكتب عليكم كيما يديروا بعض الناس اللي يعيطوا لروحهم صحافيه هما مزنسيه، اسكو انا اللي نتحمل المسؤوليه ولا يتحمل المسؤوليه الجورنال تاعي؟ علاه الجورنال تاعي قال لي روح اطلب الدراهم على الناس؟ يا جماعه نعلو الشيطان، لو ديبارتمون تاع لي رونسينيمون دو سيكوريتي راهو فيه رجال يا سي محمد، فيه سيودا. اذا كاين واحد ولا زوج تعداو على كيما اسمو الحدود نتاعهم
وراحوا داروا حوايج من دمغيهم، ما تحملش المؤسسة نتاعهم، ما تحملش خلاص الخطر نتاعهم. يكون شرطي يا جماعة باش نتفاهموا مليح، اتونسيون ما يغلطوا فيكم، راهم كانوا الشرطة غلطوا في حق المواطن وراهم تعاقبوه. أنا نعرف ضباط نتاع شرطة داروا غلطات صغار برك، والله العظيم غير فصلوهم، والله غير فصلوهم لليوم، والله راهم ما يخدموش. نعرف أنا يا موش ضابط، موش ضابط أكثر من ضابط، كوميسار دو بوليس غلط يخلص. والله يا ناس غير راهو موقف ومضروب بعشر سنين حبس. ما يكتبوا عليكم اللي يقول لكم باللي راهو ما كانش وراه ما نمنا، لا غالب دوك انسان ما يحكموش عليه بروف. واش حتى انت تجي لواحد تقول لهم انا ضربني بوليسي ولا ضربني شرطي ولا ضربني دركي وما عندكش عليه لي بروف. واحد دروك كان تكتب تقول هذو لي ريسبونسابل تاع لا سونتي مال فرا. يا بنت الناس مال فرا، واعطينا البديل سيدي، نحيو الريسبونسابل. اذا كان زوج ولا 10 ولا 20 ولا 100 راهم يسرقوا ولا راهم يطلبوا في الصوارد على الناس ولا راهم، نحيو الريسبونسابل كامل ولا كيفاش؟ هي عطينا سيدي، خلينا نشوفوا شكون هو هذا الريسبونسابل هذا سيدي اللي راه يدعي عليك الدراهم ولا يطلب عليك صوارد ولا يطلب عليك رشوه ولا. مي اذا انت رحتي لا جوستيس ولا جوستيس حكمت لصالح الخصم نتاعك، سافا با دير بلي لا جوستيس هذه راهي كورومبي. اي بورتو عندك الابتدائي، عندك كيما قال واحد كوريكسيونال، من ثم كتاع تروحي لاكور ولا كورك ساعه تروحي هذا كنت تقدر دير كور. علاش هذوك كل متفقين عليك انت باش يظلموك انت؟ طبعا صحة، احنا ما نقولوش لا جوستيس راهي بلون كوم نيش، ما كاينش منها. هذه كانوا ناس اللي ما عندهم ما يديروا في لا جوستيس، ناس كيما قال واحد بزنسيه. هاد الناس هذو واش فضري ديرونسي يفضل ودينونساوهم، وكانوا دي بروكيرور اليوم راهم في السجن، كانوا اليوم دي جوج راهم في السجن. ما تخلطوش الامور يا ناس، كيما تجي انت تعيط لي تقول لي دي ار اس، تا دي ار اس فيها الرجال، فيها سيودة سي محمد، فيها سيودة والله العظيم، غير فيها سيودة ما فيهاش لا لا الاخر. تجي تهضر انت تقول انت دي ار اس ارهابية، الارهابي انت هو، الارهابي انت هو، هذا اللي يقول على الدي ار اس ارهابي راهو هو الاكبر ارهابي. انا نقول لكم انا كصحفي نعرف الدي ار اس وخدمت مع الدي ار اس ونعرف واش يديروا ونعرف واش كاين، باش نتفاهموا مليح. خاطيين ما تخمم اتونسيون يا ناس، هذو الكوم مش هما راهي الجزائر راحت بكري خلاص خلاص. راهم يغلطوكم يقول لكم راهم الدي ار اس اورغانيزاسيون تيروريست. شوف اسيدي والفيس الفيس ماشي كون صوتي رويسا ولا تبدلت الآية يا أخي حالي. هادو اللي خارجين جماعة كاملين يقولوا دي ار اس واش يقولوا سو سون دي تيروريست، راهم هما لي تيروريست. فيهم ديرو بري جوستيس بلا ما نعرفهم، فيهم ديرو بري جوستيس وفيهم دي تيروريست وفيهم كيف اسمه الناس اللي السلطة حكمتهم يسرقوا وحاوزتهم، هادو هما اللي يجيو. انا نسمع في واحد السيد ما عارف وين كان يخدم، ما باليش به انايا والله ما على بالي وين كان يخدم، هكا يعيط في يحسبوه الناس مداير لي كيف اسمه يا كوزي في لي سيكوريتي بلي في التسعينات هما اللي داروا. يا روح يا راجل روح، يا روح تلعب على روحك يا راجل روح، يا روح تلعب على روحك روح، روح تلعب الكرود على روحك ولا تلعب القيطان كيما يقولوا هما على روحك روح، روح يا راجل روح. تحوزوك يا خويا درت حاجه اللي حاوزك روح له، روح معاه للعدل. تحوزوك يا ابن عمي تخرج للخارج وتبدا دير فيديو وفي التسعينات درت وين بومب ومنا. يا روح يا راجل روح، غدوه الصباح لو كان غدوه ديوك انت غدوه تكون في فرنسا ولا تكون وين تكون في الانجليز وتكون منا، لو كان يعني جاو يتبعوك انت يا يجيبوك قدام العداله الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا واش يكون، قال اخويا انت تاكوزي في الناس تقول لهم بلي حطوا وين بومب في التسعينات، اعطينا لي بروف. كيفاش تعطينا لي بروف انت يا ولا لقيت الشعب مساكن الغاشي تمسخر به انت؟ هيا روح اسيدي ولا يديروا كيما سيخونا هذاك اللي يقول لهم انا راني كنت كابيتان تاع في الجيش اللي راح فرنسا طلب اللجوء السياسي ومن بعد قال لهم كنا حنا اللي نذبحوا في المواطنين. قالوا ارواح سي ارواح اعطينا كيفاش كنتوا ديروا وي ارواح. قال لهم حنا وكنا نديروا وطلب اللجوء السياسي في فرنسا. جابوا له الناس القرح كيما يحسوا فيها وي اروح اخويا اروح. جابوا له حللوا الاخر قالوا اعطينا كيفاش كنت تكلم واحد ثم قالوا مالا انت كنت انت مالا ذبحت معاهم المواطنين؟ قالوا لا قالوا كنت تقول بلي احنا انا كنت نخدم معاهم انا وضابط وراني كنت نذبحوا في الناس، ودوكا تقول لا
إيه قالوا اعترف أخويا، قالوا اعترف، إحنا دبراتك تعترف بلي راك كنت أنت تذبح في الناس، الله يسهل عليك بينك من بلادك، مي فوز تعرف بلي أنت كنت معاهم. قالوا لا أنا ما كنتش معاهم يا ولدي، البارح هاو لونجيترمون تاعك، هاو البارح سجلناك تقول بلي رانا كنا حنا اللي نذبحوا، كيفاش تقول لي أنا اليوم راني ما كنتش معاهم أنايا؟ قالهم لا لا صح احنا اللي نذبحوا، بصح انا كنت كيفاش انت تشوف فيهم برك وانت تشوف فيهم؟ قالهم لا ما شفتهمش. ها كيفاش كيفاش تقول انت ايامنا تقول باللي شفتهم يقتلوا ومن بعد تقول لا ما شفتهمش؟ دوك تولي تدور رايك. قالوا هاي عاودوا الناس دي، قالوا نعاودوا من جديد. قلنا واش صرا انت جيت تلبعينا اللجوء السياسي عندنا، حبيت نحميوك من الجزائر باسكو يحبوا يقتلوك، باسكو انت شريف، باسكو انت شفتهم يذبحوا ويقتلوا، انت جيت لينا اليوم نعطيوك اللجوء السياسي، نعطيوك ما كاش مشكل، مي اعطينا اون فيرسيون تكون نمنوك اسي، اعطينا باش نقدروا نعطيوك اللجوء السياسي. واش يقولوا؟ قالوا ما انا كنت نهزوهم في الكماين ورديوهم ونخليوهم تقريب واحد 15 و 20 كيلومتر وهما يروحوا يديروا العمليه يقتلوا المواطنين وكي يرجعوا حنا نوصلوهم للكازابلانكا. قالوا تمسخربينا، قالوا تمسخربينا نتاع على 15 كيلومتر و 20 كيلومتر تشوف فيهم كيفاش قاعدين يذبحوا في المواطنين. قالوا بالك راحوا يديروا في العمليات ضد الارهاب. قالوا كيفاش تقول انت بلي راهو لا 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 ما كانش الارهاب في المنطقه هذيك. اه بون دوكا ولات ما كانش الارهاب في المنطقه هذه، ساعه تقول في بن طلحه، ساعه تقول منا، ساعه تقول منا، عباكم واش صار له هذا الضابط هذا؟ عطاو له شهر في يده يكيتي التريتوار الفرنسي ولا يسلموه ليزوتوريتي الجيريان. عطاو له شهر باسكو هما في واش يقولوا لوروب ما يلعبوش، عندهم القانون هو القانون. قالوا فوالا الضمان تاعك اللي رجوتي وعندك اموا. عطاو له كيف اسمها، داروا له ماشي لاريتي بريفيك، نو نو، داروا له لانفيتاسيون دو كيتي التريتوار دو 30 جور. قالوا له كون يلقاوك هنا دون 30 جور راه نحطوك في السونتر دي ريتونسيون وردوك للجزائر. هرب هرب يجري، راح الجماعه نتاعو، راح الانجليز الجماعه نتاعو. دونك لازمكم يا ناس، واحد شاطلو مشكله في كازرنا، شاطلو مشكله في كوميساريا، شاطلو مشكله في الدرك، ما تروحش تقيس للمؤسسات نتاع الدوله كامله. يا روح اخويا اذا ضربك واحد روح شكي به، ضربك واحد تروح تقيس المؤسسات نتاع الدوله. كيما هاد الناس هذو اليوم، هاللي ريبري جوستيس هذو اليوم، الاسلاميين هذو كامل يعيطوا على شوفوا نعطيكم هنا، سنعطيكم واحدة تشوفوا باللي راهو فرد كلمة جابوها من عند جماعة اللي وراء البحر قاعدين يغنيو لهم في ودانيهم وهما يردوا. اسمعوا تشوفوا تو تسويت، اسمعوا مليح واش راهم يقولوا، اسمعوا مليح واش راهم يقولوا. شوفوا هذه في عنابة، هذه في عنابة، اسمعوا تشوفوا. هذه في عنابة، روحوا لقسنطينة، اصبروا، روحوا لقسنطينة، الي اوب. شفتوا كيفاه يا جماعه؟ لي ميم سلوغون، لو ميم سلوغون اللي داروهم في عنابه داروهم في قسنطينه، سي لي ميم سلوغون جاوهم من عند الجماعه سيادهم، الجماعه اللي مشيو فيهم بالاخر بالفيسبوك وبالاخر كيف اسمه بالريزو سوسيو، من الانجليز ومن فرنسا ومن لا سويس. لي ميم ويعيطوا على سيادهم واش يقولوا دي ار اس منظمه ارهابيه، راكم انتوما الارهابيين، العالم الكل، العالم الكل على بالو بكم باللي انتوما الارهابيين، هذو اللي تهضروا عليهم سيادكم وسياد سيادكم، هذو اللي تهضروا عليهم، هذو الجيش الوطني الشعبي والدي ار اس اللي تقولوا عليهم هذا الشيء هذا، انتوما الارهابيين وانتوما الذباحين وانتوما القتالين وانتوما اللي غدوا تخلصوا. وانا نطلب انا من لي سيرفيس سيكوريتي لازم يدي يهزوا لي فيديو ويشوفوا لي مينور، باسكو كاين كيما في قسنطينه راهو كانوا يقولوا دوله مدنيه ماشي عسكريه، وواحد منهم دور لهم الاخر وقال لهم لو سلوغون اللي جابوا اللي بعثوه له جماعه من هيه
وهما يتبعوا فيه دي ار اس كيف اسمه منظمه ارهابيه. لازم يسافي سيكوريتي هذا السيد هذا يجيبوه ويديوه قدام العداله ويقولوا له انت مادام تقول دي ار اس ارهابيين جيب لنا لي بروف، واذا ما كانش خليه يغونوه يبقى يضرب 10 سنين ولا 20 سنه في الحبس ويقعد تما تحت الاخر. هذا السيد اللي حكموا عليه 7 سنين باش انتهوا مليح يا جماعه باش ما تغلطوش وما تغلطوكمش الناس، اللي حكموا عليه 7 سنين في الصحراء هذا السيد هذا راه ماهوش بريء باش انتهوا مليح، راهم قادرين لو كان جا في فرنسا ولا جا في كانش بلاصه اخرى يضربوه 15 عام دو بريزون تيرم، باسكو انا سمعت لا فيديو نتاعو. انت يا سي محمد انت يا السيد هذا اللي ضربوه بسبع سنين هذا علاش قاعد ضربوه بسبع سنين خاطرش دار فيديو طلب فيها حقوقه وضربوه بسبع سنين؟ ما كانش منها، روح تشوفوا لا فيديو، روحوا تشوفوا لا فيديو واش راه يقول السيد. السيد راه يقول لهم الصحراء هذه راكم حاقرينها ولازمكم انتم تروحوا غير ديروا في الجزائر وديروا غير في الشرق وديروا غير في الغرب وحنا الصحراء نعطيكم في البترول وانتم حاقرين المنطقه نتاع الصحراء هذه وصوردنا حنايا وانتم حاقريننا وانتم حاقريننا وانتم حاقريننا. هذا سي محمد انت طلعت مع من تلعب انت يا انت مع من تلعب انت شكون انت تو دابور اشكون انت تو دابور باش تجي دير فيديو انت يا وتعطيك الدوله وتقول لهم بلي راكم قاعدين ديروا في الراسيزم وديروا وتحب تطور الشعب واش يقولوا المنطقه كيما طورتهم في بشار. سي نورمال يا سي محمد انهم يتبعوك انسيتاسيون على لا فيولونس انسيتاسيون على لا ريبيليون وانت تحب تقسم البلاد. هذا السيد هذا حب يقسم البلاد وسبع سنين قليله عليه، سبع سنين قليله عليه باش انتهى مليح. لو كان جا في بلاصه اخرى يضربوها ب 15 عام دو بريزون تيرم. علاش؟ باسكو انت نيتك ماهيش حسنه. لو كان جات نيتك حسنه انت عندك في منطقه في بشار ولا في تيندوف ولا واش يعني ولا في الصحراء، اسكو عندكم دي واش يقولوا دي ديبوتي ولا ما عندكمش؟ عندكم دي سيناتور ولا ما عندكمش؟ يا اخي هذوما ممثلين الشعب. هاد الناس يجيو في مع الحكومه ويطلبوهم، قال له ودي المنطقه ما فيهاش باغ اكزومبل يونيفرسيتي، ماذا بينا نديرو لنا يونيفرسيتي. المنطقه ما فيهاش باغ اكزومبل الماء في كذا بلاصه، نحبو دير لنا ماء. انت بعد يا سي محمد اللي جيت دير فيديو اليوم وتحرض في الناس، ها؟ هذا تحريض على العنف، خاطر لو كان جات نيتك صافيه واش تجي؟ تجي تروح كيف اسمه الولايه ولا تروح للمينيستير وتبعث لهم حاجه وتقول لهم فوالا يا جماعه حنايا راه في الصحراء باغ اكزومبل ما عندناش ولا ما عندناش يونيفرسيتي ولا ما عندناش اوبيتال. لما درت لا فيديو هذه باش نتاهم مليح درتها للمسؤولين باش يشوفوها. شكرا انت راح يجيك تبوني يشوف لك لا فيديو نتاعك انت يا انت لا فيديو هذه درتها باش تحرض بها الناس يخرجوا يحرقوا الدنيا كما داروا في بشار. وهذا الناس وكي جابوك ما جابوكش باطل، ما جابوكش باطل لا فيديو نتاعك كيتشهد عليك. وتحسب انت الناس بغال ولا؟ واش تحسب الناس ما يفهموش ولا؟ تجي مدير لي فيديو تحرض فيها في الناس على العنف، وتحرض فيها باش الناس ينقلبوا على السلطه، وتحب تقسم البلاد، قال حنايا الخيرات نتاعنا حنايا راكم تاكلوا فيهم، واش من الخيرات نتاعك؟ انت شكون انت؟ شكون انت؟ شكون انت؟ واش من الخيرات نتاعك؟ انت تاك مواطن كيما المواطنين الاف المواطنين الكل، واش هو؟ لا الصحراء هذه نتاع من نتاع اليهود ولا؟ اي تاع الجزائر. انت اللي رجعني كل عندهم الحق الجزائري يا غير انت اللي ما عندكش يونيفرسيتي ولا يا كل ما عندهمش يونيفرسيتي هاي الخنش لا بلاد الثوار بلاد اللي واش يقولوا هما اللي قلعوا فرنسا اليوم عندهم يونيفرسيتي فيها اربعه ولا خمسه ميم با يونيفرسيتي ميم با ما عندهمش مطار انت ما عندك مطار هما ولا لا يسعوا مطار علاه غير انتوما ما كاينش الغرب ما كاينش ضربوا طالبوا قال ولدي ماذا بينا كيما يطالبوا تاع خنشلا كيما يطالبوا قال ولدي حنا في وقت فرنسا خنشلا قالوا كتبوا قال لي ولدي كيفاه انتم في وقت فرنسا عطاونا مطار وكاين مطار في خنشلا ودوكا في الاستقلال ما عندناش مطار يا جماعه اعطيونا مطار راهم يطلبوا مساكن خرجوا كسروا خرجوا ذبحوا ناس خرجوا ضربوا وكونتر خنشلا وين من اللي كانوا وهما يقولوا للدوله يعاونوا في الدوله ويقول لك حنا ما نقسموش البلاد مي جاي انت اليوم تحب تقسم البلاد في فيديو وتجي تقول لي انهم ظلموني اي با اليوم الناس هذو اللي خرجوا ويعيطوا على الدي ار اس منظمة إرهابية لازم قوات الأمن يدونتيفيهم ويجيبهم قدام العدالة. ثم ما يظلموهم لا والو. يا خويا أنت قاعد تقول باللي الناس هذو راهم إرهابيين. جيب لنا لا بروف. جيب لنا بروف. كيما هذا السيد هذا اللي راهو في الخارج دركا ويقول لهم باللي هذا كان زعما مسؤول في مكان ما يقول لهم باللي في التسعينات راهي أول بومبا داروها هما اللي داروها. يا أخي انا نقول لك الحق انا لو جيت انا هو الريسبونسابل انا شاف دي غوفرنمون نعيط في البلاصه اللي راك فيها نعيط للسفير
نقول له يبورتي بلانت كونتر فو، هذا بور ديفاماسيون. قال اخويا يجيبوك واروح انت جيب لهم الاداء لي بروف. اذا جبت لهم لي بروف يا اخي العزيز ترجع مكرم معزز لبلادك وواحد ناقيسك، والسيد هذا اللي حط لا بونك يحاسبوه ويجي يحاسبوه يجي يعقبوه العداله. مي غير اذا راك قاعد تبلاكي لازم هذيك البلاد اللي راك فيها هذيك كيما قال واحد يطبقوا عليك القوانين نتاع العداله اللي عندهم. خاطرش انت راح طلبت اللجوء السياسي، ماشي راح طلبت اللجوء السياسي باش تسب في الناس. انا دوكا نروح نكتب ارتيكل دو بريس، انا دوكا ونتهم انا كانش شرطي ولا نتهم كانش بوليسي ولا نتهم كانش مع باليش انايا واحد قالها ودا 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 هي باقا صباح يشكي بيا، ونروح لقدام العداله والرئيس المحكمه راح يقول لي يا سي محمد انت راك كتبت وقلت بلي السيد هذا راه ودا، اعطينا لي بروف اخويا العزيز، اعطينا لي بروف. اذا ما نبداوش لي بروف رايحين يعاقبوني، رايحين يعاقبوني، لازم دي بروف يا ناس، ما تحكيوش هكاك حكايه نتاع الزهر هكاك. واش تقول لهم يقولوا ولا كيفاش نولي انا ويقولوا؟ تحمل مسؤوليتك يا اخي، انت اليوم عندك واش يقولوا فيديو ام كلها هزوها، في الفيديو هذه راك تقول باللي لا بومب حطوها هما، حطوها الناس المسؤولين، وحطوها للجيش وهم اللي حطوها. يا اخي ارواح غدوه قدام رئيس المحكمه وجيبوا لي بروف، جيبوا لي بروف، ما نهضرش هكاك انايا، وتهضر هكاك في الزهر. دونك هاد الناس هادو انا نطلب من لي سافي سيكوريتي في كل بلاصه اللي قاعدين يعيطوا على الدي ار اس ويعيطوا على الناس يقول لهم بلي راكم ارهابيين، ان نطلب منهم ايدونتيفيهم ويجيبوهم قدام العداله، ما يظلموهمش، يصيروا ايدونتيفي ويجيو قدام العداله به بلا فيديو نتاعو. اروح لهنا يا خويا كنت قاعد تقول دي ار اس ارهابيين، اعطينا يا خويا الحجج نتاعك يا اخي، قولوا برهانكم ان كنتم صديقين، اعطينا خويا العزيز هذا ما كان، اعطينا بلي الناس هذو راهم ارهابيين. واش تقولوا دولوا لهم كان يقولوا، يقول لك هذوك يقولوا ارواحهم، مين انت؟ انت اعطينا ومن بعد نروحوا للناس اللي يقولوا، اعطينا ساعه انت اللي راك قاعد تقول اليوم تسب في الناس وراك تتهم فيهم بالارهاب. دونك احنا ما اذا انت تحب انت ارهابي تحب تمسح الموس في سيادك هذه ما تصلحش، هذه ما تصلحش، خاطر احنا على بالنا باللي تاع الدي ار اس هما الرجال، هما الركزه تاع البلاد، هما الركزه تاع البلاد باش نتهموا مليح. الناس نحاوهم نحاوهم مع القاي صالح، خطرش قضيه مسؤوليه يحب كل واحد يضرب على جهته، احنا ما ندخلوش ما ندخلوش. الناس كانوا مع بعضهم ولا يتقابلوا في بعضهم، هذا يتهم في هذا ويتهم في هذا، الله يسهل عليهم. مي ما تجيش انت اليوم تجي انت تروح تاكوزي انت سيادك اللي كانت انت راقد تش اسمح لي بالكلمه هذه في 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 في, في فراشك، وهما كانوا يطلعوا للجبال اللي بومب تصوتي عليهم ولا 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 الريسان طير ولا 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 الرجل والرجلين تاعو، وتجي انت واحد مسخ كيما انت تجي انت تاكوزي لي سيرفيس سيكوريتي وتاكوزي لي دي ار اس بالارهاب. الارهابي الاول هو انت، اللي الانسان اللي يقول بلي دي ار اس ارهابيين راه هو الارهابي الاول، وحنا عندنا لي بروف عليكم انتم هذو اللي يقولوا للناس هذو، هذو الناس اللي داروا هذا الشيء هذا اللي قاعدين يقولوا للناس قولوا كيما هكا، نعرفوهم واحد بواحد، نعرفوهم واحد بواحد حتى من ينتميو واش وين كانوا وعلاش راهم يقولوا كيما هكا. هذه ما جاتش هكاك باش نتهموا ليها. النص نتاعهم سيدي فيسيست تاع الفيس، والنص نتاعهم ديرو بري جوستيس محكوم عليهم 20 سنه وروح. دونك سي نورمال يحبوا يخلطوا البلاد، على جد هما يحبوا يخلطوا البلاد كيما كانت الناس واحد الوقت راهو حرقوا لي بنك وحرقوا لي زامبو وحرقوا منا، على واش؟ باسكو كانوا مسارين في لي زامبو وكانوا مسارين في لي بنك، حبوا يخلطوا الدنيا. نعرفوا الفكير كل نعرفوهم يا ناس، نعرفوهم، او ما تجيوش هكاك يعني يتهموا كاك دي ار اس بورين ديتو. هاد الناس هادو عندهم هما الارهابيين، عندهم بن عمهم ارهابيين، عندهم خاوتهم ارهابيين، سي سون دي ريبري جوستيس، وهما اللي يحبوا يخلطوا بالعنيد كما لقاو شكون يقيسوا علاه يعطيكيو الدي ار اس ويعطيكيو العسكر. علاش؟ باسكو على بالهم باللي العسكر لو كانت تطيح المؤسسه الامنيه راحت الجزائر، وهما يحبوا يديروا كيما هكا. الجزائر بربي ما تطيحش وسيادكم ديما يبقاو قدامكم وما ديروا والو. الوغ نخليكم بعد ان شاء الله بالك نزيد نرجع لكم ان شاء الله باش نتكلموا على حوايج اخرين اللي استفادوا البلاد. الناس هذو كما قال واحد كنا كارافان باس دي شيان ابوا، حنا ما يهموناش الناس هذو يقولوا واش